يمشي كده وجهك ماشي ناخذ بعد يمشي ممتاز. اللي كتعجبني هي التجربه الانسانيه، حنا خصنا نتعاملوا مع الانسان كيف هو بلا زواق ولا حتى شي حاجه، لان هذه هي احسن طريقه باش الانسان يتطور. كاين واحد المقوله كتقول اذا اردت ان تفهم ما ليس if you want to understand act si vous voulez comprendre pas c'est l'action. مزيان نفهموا شويه ولكن الممارسه العمليه شي حاجه ممتازه. يعني الا جاو الامتحانات اليوم كنت كنتكلم مع سيده من العائله وشديت واحد الكتاب مزيان ديال التنميه الذاتيه، قالت لي هذا الكتاب هذا غادي نشد كونجي وغادي نجلس عليه. قلت لها لا دابا غتستعملي وانت خدامه حتى غيفيدك وانت خدامه احسن من الكونجي ولا لا؟ حيت في الكونجي غنجلس ابقى كنقرا ما ندير والو، ولكن من خلال احتكاك معين هي فين غيفيدني هذا الكتاب. فاذا الطالب ديال الطب هو كيدوز الامتحانات هي فاش غيحتاج هذه المحاضرات، ماشي في العطلة أو في بعد الامتحانات دابا، داكشي باش كنحل لكم بزاف على المجيء ديالكم. شوفوا معايا الله يجزيكم بخير هاد الصور هادي اللي جبتكم، واش كيبان لكم هادشي هذا؟ ماشي بزاف ياك، وخلال الضوء حيت ربما إلا قدرتي أعطيني واحد ثلاثة دقائق ونتضوا عرفتي هنا بغيتي. هذا واحد السيد انتم غتشوفوا انه مقعد سيكليس، ها هو شوف الفقرات واللحظات اللي كيمر بها، شوف يدين مالفورمي ورجلين مالفورمي، كيفتح الشومبري ويشدوا من الرويضة وليسون جميع المراحل ديال السيكليس، بحيث ان شي واحد يدين ما كيبغيش يدير هادشي وما كيقدرش يدير هادشي وما كيفكرش يدير هادشي. شوف كيفاش كيجبد داك التيو ديال البومبا، لاحظوا الان هو زود داك القشر ديال البياسه، ها هو جبد البيس ماتيريال اللي وجدو، لاحظوا كيفاش كيحك الشومبرير، ها هو كيدير سيليسيون، كيفتح داك البياسه، ها هو غيسخها، كيدخل من تحت على مسلم الجليد، كيزيد يدير لها دي كود بريسيون باش تلصق مزيان. هو غادي يشد الشومبري باش يمشي، هو كيفيريفي واش البياس مزيانة ما تنفش، هاهو نفخ هاهو كيطلع صافي، هاهو هذا واحد كاريكاتير سمح لي راه الفرنسية حيت هو اللي تكلمت لكم واحد الكتاب لواحد السيدة خاطر صورة السيارة كتب أنا عرفت شفت قدامها قالت له Et c'est peut-être moi, ce marocain Khata, qui ai décidé d'acheter une bagnole, c'est-à-dire une voiture, aussi longue. Je connais des nages pour mon père. Sierra, Haditha. Haditha, c'est. Alors, moi, j'ai un dame, radiateur ici, où il y a 4 minutes de soir, pour moi, c'est un jour de la haute, ou machin, qu'est-ce qu'on a le soir, très soir. ربما انا الغلط ديالي اللي خديت سياره طويله بزاف، لو كانت قصيره ما تضربش المفهوم ديالي. واش عندكم شي تحقيق عليها؟ حيت درنا صوره في الاول صوره الثانيه. تفضل. واخا نقطعوا هذا الاقتراح هذا ونعمل لكم انا التحقيق، شكون اللي دار نفس التحقيق؟ ولكن حنا اتفقنا قلنا هذه راه محاضره ماشي كل ما تيسرى تفاعليه. اختار السيارة اللي تناسبها، لكن هذا راه اعتقاد ديالها. واش ربما بعيدة مازال ما فهمتوش، نزيد نوضح، تفضل. مزيان. كاين اتكالية. شي تعليق اخر؟ كاين اتكالية. اها. اه زعما الاستسلام. صافي وقعت الحادثة ولا مشكل في السيارة وأنا كنعطيك الصوت كاين استسلمت. نعم الهزاميه. اه نعطيكم غير واحد التحقيق ردوا له البال. هذه السيده من ضمن الناس اللي كيتصابوا بالاكتئاب وبالامراض النفسيه. علاش؟ وقعت حادثه سير
كنلوم راسي انا ما عرفتش نكسر السياره. ها وحده. ثانيا تعرف واحد مكلي بالكحوز ظهر الحمار قصير. تعرف واحد مكلي هذي؟ وزيدوها في الريبيرتوار ديالك. دابا المشكل واش السياره طويله ولا قصيره؟ انسان مكتئب، انسان محبط، انسان عنده تفكير نيجاتيف. الشيما ديالو مونطال هو دائما كيقلب على شي حاجه يلوم فيها راسو والسياره وانا ما خارج السياره هي هذي وكنستسلم. هادو هما الناس اللي كيوقعوا لهم مشاكل سواء في كليه الطب ولا خارج كليه الطب. بحال هذا النوع الا كان طالب كليه الطب كيفاش غتصوروا؟ غيدوز امتحانات. بالضبط. هذه وحده. ويقدر يدوز البروميير راني يدوز للدوزيام راني. قول لك ما يمكنش نكون نجحت انا. قلت لها غير نقول الاساتذه اللي صحوا. خلاص طلعوا لنا كوبي مع شي واحد وعطاو لي كوبي. ما كنظنش انا شوف الفرق بين الشخص الاول والشخص الثاني. انا تساءلت وهذه من الاسئله العميقه اللي طرحوها الناس اللي يضربوا شغل العصبيه ديال التنميه الذاتيه. هو هذاك السيد شنو كيدور في الدماغ ديالو باش ما عنده لا جبين لا يدين ولقى حرفه وخدام بل كيخدم بذكاء. تصوروا معايا ان واحد الوقيته مول بشكليت طاق معاه بومبا باش ينفخلو. فهمتي القضيه؟ تجي تصوبلي مخدمك انا كتعاوني حتى يمكن ليش نقول داك الشيء وميم طون نفخ على الانسان العادي. فاش جاي حط السياره في نفس الوقت هذاك النحله اللي كتبغي تاخذ العسل وميم طون اش كدير؟ كتلقح. جاي سيدي صور بشكليت ديالو في نفس الوقت كيعاوني وانا كنصور ما كاين حتى مشكل وباقي شنو كيدور في دماغي. هذه المواضيع المهمه اللي كنتكلم عليها التنميه الذاتيه. شوف السؤال الاول معالمي الفن بسرعه القلق والاحساس بالضغط وسيله التنفيذ الطبيعي. واش مقتنعين بهادشي هذا؟ إذن إلا جات في الخلعه في زيكزامان قولوا هاد الاخوان اللي ما جاوش. المرة قال لكم دكتور بن علي ديك الحاله اللي نتوما فيها راه طبيعيه. ما بيتلومش راسك كون ان فيك الخلعه في زيكزامان. 70% ديال الخلعه اللي فينا حنا عادي وشنو غنديرو حنا بشر؟ واش المطلوب ونزولو بالخلعه او نتعاملو معاه في نظرك؟ تعامل. هذا هو الموضوع ديالنا ان شاء الله. شوفوا هذه عاوتاني عجبتني اختاريت بالفرنسي. هذا واحد السيد هز بزاف ديال الكتب باش كيفكركم بزاف ديال الكتب. كيعجبوني هاد الناس ديالي كيجاوبوا بصح باين لي بحال قليل يقول هذا ماشي وجدتوه كما تجيب. لاحظوا السيد هز كتب بزاف كيقول غو بولو غو كايي ومع راسو كيقول جي ان غو مورال. انتم غادي تلاحظوا انا كنقول لكم من الان الا جاكم ستريس ستريس او لا لونسيتي دي زيكزام على قد شكون شنو بغيت واش تبغي تسهل تفكر هذا القضيه وقتو كتبيعوا البيض مع احترامي للناس اللي كيبيعوا البيض لانك نهار اللي كتحتاج البيض باش كيولي شي حاجه من البيض ولا لا عرفتي كون ما تلقاش البيض يكون عندك الديار ولا باغي دير الخليع مع البيض وغادي يخليع بوحدي وغادي يبقى ديالي انا السيد المستوى ديالو عالي بزاف وبالتالي الضغط اللي غيكون عليه عالي قابل ان تولي اطباء. الكلام كان كيقول لي واحد الصديق ديالي هادي 18 عام كيقول له انت باغي تولي شنو راه بالك ولا لا؟ اذا الخدعه غتضر الهمه الهدف اللي بغيته شنو هي العوامل المولده للشعور بالضغط؟ اول حاجه الجوانب البيداغوجيه. انا كنت امزح قبل قليل حول السؤال الذي يوصل على الاساتذه الاستاذ اللي يعطي درس من المفروض ان الاستاذ يعطي معلومات يعطيهم بواحد الطريقه اللي تكون كتسهل على الطلبه وفي نفس الوقت سهل شي حاجه ولهذا انا اتذكر دائما كيكون الطائر كيكون عزيز على هذا الشيء حتى تبدا كتدفعو لاحظتو يا خايف عليا بلو يقطو تعالي معاهم زي سبيلا ورغم هذا الشيء كتدفعو كيطيح من 4 متر 10 متر باط كيجي على الرجل كيبدا كيتدفع بمعنى ان الام كتقصح كلها في واحد اللحظات باش ولدها يقفز وينطلق وبالتالي حتى الاستاذ هذا المعلومات يبدا يصعب عليك شويه علاش؟ باش تتحمل المسؤوليه باش تمشي للدار وتقول هذه الكره عطاها لي الاستاذ باش بالمنطق ديالو كاستاذ أرى أنت أنا مع المادة العلمية والمنظور ديالي
طيب كاين مجموعه ديال الطلبه كيقرصوا بس انا نقول لكم بان اللي جا يحضر معنا اليوم نشكرهم بزاف ويسحبوا مسؤوليتهم لاعاده النظر في طريقه التعامل ديالهم مع الزواج العلمي. نقول لكم بان 70% ديال الضغط اللي غنتكلموا عليه اليوم كيزول باش التنظيم والتدبير ديال الماده العلميه. كاين فرق كبير بين طالب مفرفش من كل شيء في راسه وتالف وبين واحد مجد البرنامج ديالو وعنده التوقيع ديالو بالمناسبه اللي ما جابش تسلم عليهم بزاف تكون لكم صعوبة معايا وكتب لنا فيديو مزيان ما تخرجوش بزاف اليوم وغادي تتعلموا بزاف. تهنا فإذا الفرق بين الطالب اللي كيتخرج بزاف وبين الطالب اللي ما كيتخرجش بزاف جزء كبير منها شنو؟ تدبير المادة العلمية. حاجة أخرى تدبير التنظيم اللي تبغي معاه تدبير التنظيم. تصور معايا واحد كيبقى يدرس 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 حتى كيعيا، ملي كيعيا كيمرض يومين. كليك شارع الناس طاطو ما قدرش يسمع، كان ممكن شنو يقسم الخدمة ديالو ويرتبها ويديرها بواحد الطريقة اللي تريد. كيختار واحد الطريقة المتعبة ويبقى ما يقدر يعيش. خاطر واحد القصة اللي تكلمنا عليها سليم كوفيد سمعتي كوفيد هذا من كبار المدربين في مجال التنمية الذاتية كيحكي القصة ديال واحد كانت عنده ضبة كتمد البيض ديال الدم عجيبة بقات كتولي بجوج ثلاثة خمسة وشوية حتى دابا شنو كيقولوا بلاد ربحوا الوقت ذبحوا داك الضبة وشدوا داك البيض اللي عندها غادي تكون شي 300 بيضة صغيرة وانا ربحت 5000 ريال باش نبني دار ذبحها ما لقى حتى شي حاجة ندم عليه ولذا من هنا استخدم واحد القاعدة قال كاين الإنتاج كاين القدرة على الإنتاج طالب ينتج ما كيحافظش على القدرة ديالو على الإنتاج فإذا ملي تكون كتسجل الامتحانات حافظ على القدرة ديالك على إعداد الامتحان اللي هي قدرات جسدية ونفسية. النقطة الثالثة هي الجوانب النفسية اللي غادي نتكلموا عليها في الحين. إذا ثلاثة الحوايج اللي يديروا لنا ستريس أو ضغط الامتحانات هي طريقة باش ندير المعلومات، طريقة باش نضمن الوقت والتعامل مع المعلومات، المسألة الثانية هي جانب النفسي. شنو هي التمثلات الذهنية ديال الامتحانات؟ علم النفس كيذكر بأنه الشخصيات تتعامل مع التحديات بطريقتين مختلفتين. واحد كتقول له امتحان كيقول لك غنشوفوا شحال غادي نجيبوا في هذا الماتيريال، غنوجد وأنا معك. واحد لا بير دو لاشيك غير من كبيره تخلع بزاف ياك يعني يحصل هادشي هذا كاين شي طالب هنايا كيبان له امتحان تحدي يهضر معايا بصراحه انا عارف هذا كيجيو امتحان تحدي كنقول شي داك لا ماتير ديك الدراري يحصلوا فيها 16 غنجيبها تحدي شكون اللي كيقول تحدي زيد ثم انت كتحكوا بزاف تحدي واش مستعدين نناقشوا هذه القضية هذه راه مهمة بزاف؟ ياك بغينا نقصوا من الضغط راه القصة فيها شنو هو الامتحان بالنسبة لي؟ كيف تتمثل الامتحان؟ إذا كنت تتمثل الامتحان كتحدي، التحدي عادة كيحرك الإنسان شنو؟ القدرات ديالو والتهديد كيخلي الإنسان كيقاوم وكينقابض وخايف من شي حاجة هو أصلا ما عرفهاش. فإذا أول ما دخل التعامل مع الامتحانات راح يبدأ راسه سؤال هل امتحان التهديد ام تحدي؟ انصحكم ان تجتهدوا في اتجاه ان يكون امتحان تحدي ماشي تهديد وماشي امتحانات كاع التحديات ديال الحياه. شوفوا هذه بغيت التعقيب ديالكم حيت مازال ما تحركتوش معايا بزاف ربما حيت درتي شويه هذا واحد السيد حامي داير واحد لا لوب وكيشوف واحد ديسكاربو وهذاك اللي فوق منه كيقول Il paraît que ça dépend. شنو شاف هذا اللي فوق؟ نظر التعليق ديالو كيعني انه شاف شي حاجه معينه شكون يدير لنا شي تعقيب هو اللي ما كتهزوش يديكم واحد الاوس كتقاد الدره ديالها سحب من هزات يديها
الطريقه اللي كنشوفوا بها هذا الشيء يعني ماشي بالضروره هي التمثل ديال الشيء، يعني ماشي المهم شنو هو الشيء، كيفاش كنشوفوا بالضبط باش تعطي لفظ على هذا الرسم. هذا عجبني بزاف. تصوروا معي ان السيد اللي واقف شنو شاف؟ شاف قدامه واحد مشبك، يعني بحال الى ديتوندو كيتمرح مع راساتو. هو ما شافش فين هو، راه حاضر داك الاسكارفو كيشوف. ولاحظوا حتى الاسكارفو تعجب. راه تهرب. شوف الاسكارفو براسو كيف ما تسيش وما عندي. انا عينيا كبار ومعوج، هو زوين انسان. ولاحظوا هذاك السيد في راسو كيقول الاسكارفو علاش كيشوف فيا داك الشوفه هكذا. هذا دار تعليق، شاف انسان مستفي قال اي باري و سا ديتون، وهذا كيقول كيشوف فيا شكر، وهذا كيسكرو مزال. هذه كنايه على واحد النقطه نقولها لكم. شد ثلاثه ديال الطلبه وقول لهم الامتحان، كل واحد غادي يقول لك كيفاش كنتعامل مع الامتحان. جيب له ماده، الاخر كيقول مشيت فيها انا وجدت صعيبه، قالوا لي هكذا سهله. كيفاش هادي طق 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 هادي توجدها لي خمس ايام على هادي؟ والله إلا مشى هادي تجي ديما الثالث. أشنو رأيك فيه؟ أنا ديك الفهمة ديالك أنا ما فهمهاش، الفهمة ديالك أنت ما فهمهاش. هادي الطريقة ديالك هو ربي شنو هي؟ ما كنوجدش أنا أصلا. واحد النهار التقيت واحد الشخص كنت في قيادة في الرباط حي الجميع امتحان لا هو خارج مع صديق ديالو في الموطور كيتسارع. قال له شنو صاحبي ما توجدش؟ قال له انا لا ما تخلاتش ما كنوجدش. فيكم شي واحد فيهم هاد القضيه؟ تصور هو حس براسو باقي له مثلا 6 سوايع من الامتحان، 6 سوايع الساعه بقى 6 سوايع ما وجد، ما بقاش كيفكر شحال لا نوط. 6 سوايع ما وجد لا اخويا، انا نمشي نتسارع شي شويه وخلعه كطلع 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 يا كتبقى ساعتين في العام توصل داك الدوبري اللي هو كيقلب عليه بغيتو كيجري لا شومب باش يمشي. هل تعلمون ان كاين ناس انماط ديال الشخصيه كيمشيو بالخلعه؟ تيربو ديالهم هو الخلعه، الا ما تخلاش ما يوجدش، غيمشي 16 معالج نفساني ولا 800 درهم يقول له خصك تزول الخلعه، مشكله. هو كيمشي بالخلعه، ما يديرو له؟ اشريك واش كتمشي بالخلعه؟ هي الكربيراتور ديالي انا هو الخلعه. وانا كنقول لك زول الخلع ما كاينش حنا زيد صافي مشى فيها صح. فاذا شوف كل واحد كيفاش كيشوف الواقع، واحد كيشوف الامتحانات بانها تحدي، واحد كيشوفها بانها تهديد، واحد كيقول لك انا ما فهمتش الناس علاش مخلعين بعد الامتحانات. تقولوا كيفاش؟ كيقول اش غيوقع في ملك الله الا ما جابش لاماتي. انا عرفت فاش كنت في الفتره الطلابيه واحد كيقول لي كيعجبني الدوزيام سيسيون. تصوروا القضيه. قلت له كيفاش زعما كيعجبك الدوزيام سيسيون؟ قال لي جينا غالمومون في الدوزيام سيسيون كيكون خاوي. راه سي فري ماشي كنقول ماشي مكتبه بصح. قال لي كيعجبني لونفي، جربتو الدوزيام سيسيون لونفي؟ جربتو؟ المهم بحالي تروح شي لونفي، واحد هنا، واحد هنا، واحد لهيه، كتقول الله هذا داك الكراده ما كاينينش. كتخدم مرتاح. ومشاد علاش نداس عليك زعما في الاول كتدخل مرتاح كتوجد ليا كيجي داك 14 16 يا اخي قال لي ما كيعجبني داك المسلسل واحد غيموت بالخلع الامتحانات وجاي حاضر لهنا باغي يشوف كيفاش يدير الله يسلمك شي دوز المسلسل عجيب هذا الانسان هذا الامتحانات فرصه لتعرف من انت تبغي تعرف شكون انتوما ممتاز في لابسيكولوجي كيديستانكيو دو تيب ديال البيرسوناليتي، عندك واش غنقولو تيب أ، بيرسوناليتي دو تيب أ. نعم؟ أه، كاين جروب أ وبي وسي، أ بوحدها كتسمى الشخصية الحدية، وبي واحد كيستريم أخر وسي فيها شوية ديال الأ وديال الحد. بان لي بحال عارفين راسكم شنو الشخصية. نص نص. البيرسوناليتي دو تيب أ سبحان الله العظيم سي لي جون بيرفيكسيونيست اللي كلشي كيشدو التمجيد. وانا كنسميهم بالدارجه كيكسيريو في الهضه. تصور انسان يقول لي ديك فوا نهار يبقى مرتاح فوا خاطر تقول لي ديك الانيرجي خليها لحاجه اخرى ولا كيقول لك باغي نوجد مزيان باش نجي 21 واخا كيجي 12 علاش؟
فكيه الكراسو لا في ليكزامان سي تراسو صح ما لعبش مزيان ما دوزش مزيان تيب ا بيرسون دي تيب بي وعفريت عرفتي علاش داك لا ريلاكسيتي ديالهم داك لو ريلاكسمون ديالهم كيخليهم شويه كيبقاو داك لي تيب ا كيوجدو كيتقاتلو سي فري لي تيب ا كيكونو بريو ولكن ا كيكري عارفين هاد القضية سانت راسك مزيان سي لو تيغان لي تشوف فيه المشاكل الصحية اللي كتعرفو هاد تيب اولسير بروبليم ديجيستيف اكسيتيرا وغيرهم لي مالي سيكوزوماتيك مزيان تيب بي ريلاكس كتلقاه يقدر يجيب نقاط مزيانة ولكن مش من طريقة الذكاء كيخلي الناس كيتقاتلو هو ريلاكس تالتالي كياخد لي كرون تيب ومن يدخل لونفي نقدر يكون في الباب كيسول على لاكيس ولا دي انا وقعت لي كيعجبني نرجع في الباب لونفي سولت سي شنو هو شنو هو الانسيزون سكار ديال الدروات ما بقاليش وقت باش نراجعها قال لي طق طق دخلنا حطوها سي الله يجازيك بخير فإذا أنت واش من نما تيب أ ولا تيب بي ولا تيب سي؟ تيب سي وفيه بعض الصفات ديال تيب أ وبعض الصفات ديال تيب بي. تيب بي إنسان رولاكس وشوية عليه وكتلقاه الدنيا هانية عنده. إلا غيفا جيري لا سيتياسيون بهدوء. المشكلة اللي عنده أنه تقيل ما كيعرفش لا ديسيزيون بزاف كيستهون بالأمور. لو كي تيب لي تيب أ هاي هي مرتبطة بجيب تبارك الله كيفاش لانتانا وباغي يجيب الأول الكونكور ديال لانتانا. هذا غادي يكون انت في المستوى وخصوصا في المستوى ولكن الكريشه غادي تكون كتضرب بزاف في شويه ديال المشاكل فاول حاجه طرحوا السؤال على راسكم حنا جينا نحضروا هذه المحاضره واش انا تيب ا بي او لا سي ونعطيكم انماط اخرى في البرمجه اللغويه العصبيه كيهضروا على النمط الحسي والسمعي والبصري فايتين سمعتوا هذا الشيء احسن ما يعجبوني في هذا التصنيف وهي تصنيفات كثيره الناس علم النفس مع العلاج النفسي مع مدارس علم النفس كل واحد كيفاش شاف الشخصيه واللي مهم هو اننا نستافدوا منهم كامل النمط الحسي بالبرمجه اللغويه العصبيه هو الانسان اللي كيدرك العالم عن طريق الاحاسيس غتلقاو بزاف كاينين هنا يعني انا نعطيكم صفات نتوما غيعجبكم بحال اللي ضحكوا المهم اللي ضحك ملي كنقول شي نمط كنعرفو النمط الحسي يدركوا العالم عن طريق الاحاسيس شي اي شخص كيتاخد قراراته عن طريق الاحاسيس كيتسمى انسان النمط الحسي الشيء اللي جلسي معاه دقيقة وارتاح لك ايوا سير عطيك حوايج وعطيك كتبات ويتيق فيك إلا شي سلفي تسلفك تقول له يسلف ديك الساعة لكن تجيب تجيب فلوس علاش؟ حيت كيشوف العالم أولا كيدرك العالم عن طريق الحسيس يعني في الاستراتيجية الدينية إلا مشى نتاع ديرو جيب وإلا مشيتي خسرتي له خاطرو ما يتفاهمش معاك المدخل الاستراتيجيه ديال الدينيه ويكون مرتاح ومن بعد كيشوف مزيان كيسمع مزيان ما كاين حتى مشكل النمط السمعي الى عطيتي لانفورماسيون مزيانه وشديده ومتشدده ومرتبه كيرتاح اما الناس اللي كيبغي لاحظتي الاستراتيجيه الدينيه ديالو اللي كتعطيه لي بريفيرونس في لي شيما مونطو هو انه الى عطيتيه انه ما يشدك يقولك تبارك الله ولهذا معظم لي زونسينيون كيكونوا من النمط السمعي علاش كيشوف اون انفورماسيون دو كاليتي كيعطيها دو فاسون بيان اورغانيزي يشيرش توجور ا دوني لانفورماسيون يشونجي لانفورماسيون واحد العدد منهم سبيك سبور سبوكن عرفتو سبيك سبور سبوكن هضر بزاف كيهضرو بزاف هما صحاب فوني كتعرفو فوني في الثمانية وقصة ولا الثمانية وثلاثة كيهضر مع الوالدة وخالتي وعمتي وخويا وجارنا والكوليك ديالي حتى كيداو الناس كيصدايقو بركة من الهضرة علاش؟ حيت هي الطريقة ديالو باش كيرتاح ومني كيرتاح كيبدل يشوف ويقرر مزيان النمط الثالث هو النمط البصري عادة القيادات لي ليدور كيكونوا من هاد الصف عادة ولكن ما كيعنيش بينهم كلهم هاد السيد هذا اللي مشيتي كبتي كتهضر معاه ما بانتلوش الصورة مزيان وانت فين غادي راه ما غاتفهمش معاه انت كتبدا الهضرة معاه وكيقول لك بداني من التالي الله يرحم الوالدين لو كيتا فاش سمعي كيبدا بلا بلا وانه لمن دواعي الفخر والسرور وفرحتي كيف شوف طيح شنو كتقول لي بالضبط والحسي انت كتهضر معاه هو
يتبرع بشويه ريحني بزاف. هذا الاستاذ رائع. حتى علاش ملي كنجلسو معاه كيريحنا. هذا النمط عاده هو اكثر الناس عدم تحمل الضغط ولا لا؟ فهمتوا هذا؟ شي ناس هنا راه فهموا راسهم بزاف. عاده الحسيين فيهم واحد نقطه قوه كبيره جدا، الا مشاو تحفزوا تبارك الله سيري كلاب. الحسيين فيهم هذه القضيه ديال علاش؟ بمجرد ما كيحسوا بشي حاجه مهمه عندهم يمشي معاك فين ما بغيت، ولكن باش يمشي معاك قصه. علاش؟ يعني راه كيديروا الواقع بشويه. نعطيو مثال، شي مثلا هاد الطاوله اللي طلبتي من حسي يوصف لك شنو غايدير؟ اخر هاد المعلم هذا صوبه مزيان، شحال غيطلب هادشي دوقتي؟ في الوقيته باش كيكون حسي مازال كيعترف في الطاوله، سمعي جماعه عليها شويه المعلومات، البصري عطاك الصف قال لك صافي راه مستقله، طبعا شنو بغيتي تعرف؟ سالي سمعي كيجمع المعلومات، وبالتالي سمعي شنو هي نقطة القوة ديالو؟ سانت ان فور كتسمع غير الوقت كيقول لك تقال هنايا وانا الارتيكل الفلاني عاد خرج جويي 2013 كيقول في هذه وهذه البصري باش كيتكون صحي هو ما عندوش معلومات بزاف، البصري انسان سريع كيتاخذ قرارات بسرعة. علاش؟ اللي كتبان له صافي فهم. عمركم لاحظتوا بصري طالب معكم مثلا بصري شي تابي الاستاذ مازال كيشرحوا كيقولوا ايوا نمشيو كيديروجي الدراري، علاش؟ انه كيتصور السؤال بسرعه. يعني اذا كانت معلومات خفيفه كيلعب على 10 الاصدقاء ديالو كيتضايقوا منه، وفي التيبي اذا كانت معلومات عميقه كتلقى الانسان دون نمط سمعي كيلعب على 10 حتى من اصحابه سد 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 هذيك هذا كان مصيبه، هذا كيقرا بزاف، هذا مشكل، هذا لدينا مشاكل كنبانو حنا ضعاف، والانسان الحسي حتى حتى كيسالي البصر كيعطي المعلومات السمعي كيقول له السد. انا اللي اثر عليا في هذا الدرس ديالك خلاني زعما مرتاح بزاف، عجبتيني يا استاذ بزاف، وهذه الطريقه ديالك مريحه في التلقين. فانا عطيتكم غير امثله دابا نناقشوا ان شاء الله في الاسئله ونزيدوا نعمقوا في هادشي باش ما نطولوش. نرجعوا للميتا بروغرام اللي عجبوكم بزاف. تصوروا معي ان الناس البرمجه اللغه العصبيه اكتشفوا بان احنا عندنا انماط ديال التفكير كتحكم طريقه التفكير ديالنا. عطيتكم مثال، قلتكم بان واحد كيقلب على لي سوليسيون، واحد كيبعد من لي بروبليم، بحيث هو وقع بروبليم كتلقى راه كيبعد على خويا. اجي خويا حنا هاد المشكل الله يجازيك بخير. واحد كاين شي مشكل حلوه، سكون ابيل ميتا بروغرام الي فير سيلواني دو. كاين دي جون كي بريفير سيلواني دي بروبليم، كاين دي جون كي بريفير الي فير لي سوليسيون. تعرفتوا على هذا؟ عندكم شي نوع كتعرفوه في العائله ولا انتم؟ واخا شي مشكل. كاين نوع اخر في ميتا بروغرام انت كتهضر معاه وقلت له مثلا راني مشيت لكلية الطب، ايوا كي داز داكشي؟ مزيان الحمد لله. حاول لي كيفاش مزيان؟ شنو مزيان؟ ليك عاودت لا هادشي كيفاش عاودت؟ ثلاثة السوايع مشيت لكلية الطب وصافي شنو بقى؟ شنو مزيان كل هذا؟ لا هو كل ملي طلعتو كي كانت الكلية مزيان مزيان ضو فيها وداكشي دخلتو. ممكنش الشريف نعاود لك هادشي هذا؟ لا هو انا بدات عاود. كاين اللي كيقلب على ديتاي، كاين اللي كيبغي لي جينيراليز، كيبغي لو جلوبال، كيبغي لو ديتاي. ولهذا الانسان اللي كان جلوبال وبديتي له ان كور دو ميديسين من الاول بسم الله الرحمن الرحيم لا تير سيديان بوستيريور، فين جات هاد لا تير